لا لا لا، ده اللي قاعد يصير، تضيع وقت. الشركة تنهار وانتم عايشين جو المؤامرات والخيال ومصدقين هالحمد انه بريء، قلبه ابيض وهو السوسة. حمد ده هو السوسة. اجل سوسة سوسة يا استاذي سوسة، والله ما في احد سوسة في الشركة الا هو انت، وانا على نياتي مصدق. وقول لا، فوق هذا كل يوم اشوف تعاملك المهم معي، وفي المقابل اشوف تعامل محترم المحب من الاستاذ حمد. لكن انا لازلت غبي وجبت لك ملف سلطان، وفي النهايه شفتك مغدرت فيه، فقلت لازم اتصرف. يا هتان الله يرحم والديك، ترى ضيعتني معك، ما فهمت منك ولا شيء، قل لي تبي. يا اخي انا في خاطري كلام ودي اقوله، ادري انه بيضرني لكن ابغى ضميري يرتاح. طيب قل لي تبي يا هتان. انا اللي خربت عليك موضوع سلطان. ايش؟ وصلت لسالم ان ملف سلطان عندك وارتبك. ايش علاقة سالم بالموضوع؟ لان سالم هو اللي جابني وخلاني سكرتير عندك، وخلاني انقل له اي معلومة تصير عندك، وقال لي انك حرامي، لكن شفت عكس كذا. وغير كذا ودي اصلح الغلط اللي سويته. اسمع، انا مستعد اسامحك، لكن بشرط تنفذ كل الكلام اللي أقوله لك، ووعدك إني بقول لك كل شيء بعدين. وش أسوي؟ تسوي اللي كنت تسويه، تعطي سالم كل المعلومات لكن بطريقتي. إيميل أمس جال الأستاذ حمد يقول من مين؟ من داود، إن رئيس الشركة الأجنبية جا الرياض، وخلال يومين راح يجينا هنا بيجتمعون معاه هو والصغار.